فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية. ضيوف مصر الكرام. ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، أسعد الله يومكم جميعا بكل الخير. من هنا نحييكم من محطة الضبعة النووية. نقف معا لنسجل صفحة جديدة في تاريخ الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، والتي تمتد لأكثر من 80 عاما بين الدولتين الصديقتين، ما يعكس مدى التفاهم والتعاون المشترك في شتى المجالات، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، ذلك الحلم الذي يمثل ركنا جديدا من أركان الجمهورية الجديدة. الآن نعرض على حضراتكم فيلما تسجيليا بعنوان حلم يتحقق، حول تاريخ البرنامج النووي المصري والإنجازات المتحققة بالفعل لمحطة الضبعة النووية. بدأ الحلم المصري منذ 50ات القرن الماضي في امتلاك برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية، وفي عام 1981 تم تخصيص موقع الضبعة لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، محطة الضبعة النووية. حلم يتحقق. محطة الضبعة النووية أول محطة طاقة نووية في مصر، صفحة جديدة من صفحات التعاون الروسي المصري في مجال الطاقة الكهربائية. ففي عام 2015 تم توقيع الاتفاقية الحكومية IGA بين مصر وروسيا، وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر 2017 تم توقيع بروتوكول بداية التنفيذ الفعلي لمشروع محطة الضبعة النووية، والذي من خلاله دخلت العقود حيز التنفيذ. تعد محطة الضبعة النووية من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية. تبعد عن الإسكندرية 140 كيلومترا، وعن القاهرة 295 كيلومترا. وبدأت أولى مراحل تنفيذ المشروع بالصبة الخرسانية الأولى للمفاعل النووي. وتلا ذلك وصول مصيدة قلب المفاعل، ثم افتتاح الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية، وتركيب أول معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل، لتتوالى بعد ذلك مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية. وتتكون المحطة من 4 وحدات إنتاج للطاقة بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات. كما يوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم VVER 1200 بتصميم روسي يحقق كامل متطلبات الأمان. ينفذ المشروع خبراء من روساتوم، الشركة الرائدة عالميا في الهندسة النووية، بالتعاون الوثيق مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وبانتهاء محطة الضبعة النووية سيتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء سنويا بتكلفة منخفضة، وتوفر فرص عمل جديدة لأهالي الإقليم ولأكثر من 25,000 خبير مصري وروسي في مختلف التخصصات، لمشاركة الشركات المصرية في تطوير الصناعة والأبحاث العلمية. وتعد محطة الضبعة النووية مصدراً للطاقة النظيفة والأمنة دون انبعاثات كربونية، كما تعد إحدى أهم محركات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. فالطاقة النووية هي أساس استراتيجية التنمية المستدامة والتقدم لمصر. محطة الضبعة النووية، حلم يتحقق.
حلم يتحقق بالفعل هنا في محطة الضبعة النووية. الآن ندعو السيد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم لإلقاء كلمته، وندعو السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لإلقاء كلمته، فليتفضل. نبدأ مع كلمة السيد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم. Уважаемый Владимир Владимирович. Я فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يوم هام جدا في تطوير التعاون الروسي المصري في مجال الطاقة النووية. في نهاية 2022 بدأت أعمال البناء بشكل عمودي في وحدة نووية الأولى للمحطة الضبعة، واليوم نحن نطلق مرحلة إنشاءات الكبرى في الوحدة النووية الرابعة. هذا الإنجاز إنجاز هام، وبفضل عمل النشيط لعدد كثير من الخبراء المصريين والروس والدعم المتواصل من قبل زعيمينا، فإن القيادة المحترمة، اسمحوا لي أن أطلعكم بالمستجدات. في الوحدتي الأولى والثانية تم التركيب لمصيدتين للقلب المفعل. في الكتلة الواحدة نحن أرسينا الأسس والقواعد، وفي الوحدة الثانية هناك أعمال التمهيدية لبناء الغلاف للمفعل، وهناك تركيب للأساس في الكتلة الثالثة. والكتلة الرابعة شهدت استكمال الأعمال التمهيدية للأجهزة الوقاية. في السنة الماضية حصلنا على إذن والموافقة لأعمال البناء في الوحدة النووية الرابعة، ونحن مستعدون للصوب الخرسانية الأولى. نحن نشرك في التنفيذ ضمن مشروعنا الأعمال الروسية والمصرية. تقريبا 90 شركة مصرية أصبحت شريكنا، فأبرمنا معنا معها 285 عقدا. لذا الجانب الروسي يلتزم تماما بكافة الالتزامات التي تحملتها، فإنه عدد كبير للتعاون في هذا المجال. ووفق العقد نحن نعلم الطلبة المصريين في الجامعة الروسية للتخصصات في مجال الطاقة النووية الضرورية لتشغيل المحطة الضبعة النووية. أريد أن أقول بأن بناء المحطة الضبعة النووية أحد أهم مشاريعنا لشركة روساتوم، وهي في قلب أولوياتنا، ونحن ركزنا أحسن المهارات هنا. نحن نشرك في هذه العملية 17,000 متخصص. إن محطة الضبعة النووية هذا مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وهذه المحطة ستوفر الكهرباء للمنشآت والمشاريع الداخلية، وستزيد الناتج المحلي القومي ب 1.5%. فإنه التأثيرات لهذا المشروع واسع النطاق طبعا هي جيدة. وعند تشييد محطة النووية فرصة عمل واحدة فقط تؤدي إلى فتح فيما بعد إلى 10 فرص عمل إضافية. فإن مدى الحياة للمحطة النووية لا تقل عن 100 عام، فشركة روساتوم ستكون جنبا إلى جانب مع الأصدقاء المصريين بهذا الصدد. فتقول المثل العربي من جد وجد، فهذا مثل القريب للمثل الروسي، من يبحث يجد. فلا شك في أن نتائج لهذا المشروع ستكون الجيدة، وستؤثر بشكل جيد على تعزيز وشائج الصداقة بين روسيا ومصر. يا رئيسين المحترمين، يا فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، اسمحوا لي أن أشكركما على التأييد الشامل الذي تبدونه في أثناء تشييد محطة الضبعة النووية، وأشكر القيادة والحكومة والشعب المصري على الثقة التي حظيناها بها. شكرا لكم. شكرا جزيلا للسيد أليكسي ليخاتشوف
المدير العام لشركة روساتوم، والكلمة الآن للسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، السيدات والسادة الحضور، في البداية أود أن أرحب بحضراتكم جميعا في فعالية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية. كما أنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا مجددا لنشهد إنجاز معلم جديد على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ألا وهو تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة. ذلك الإنجاز الذي يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة، حيث به تنتقل الدولة المصرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى بكافة وحدات محطة الضبعة كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية. ففي ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسارع مصرنا الحبيبة الزمن نحو تحقيق آفاق وتطلعات جديدة. فبالأمس القريب وعلى مدى الشهور الماضية تشاركنا سويا في فعاليات عدة في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومنها الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة، وكذا تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الأولى والثانية. لقد حققت هذه الإنجازات في وقت قياسي غير مسبوق، وهو ما يؤكد على تقدم المشروع بخطى ثابتة وتعاون مثمر مع شركائنا من الجانب الروسي. وتتأتى هذه الإنجازات تتويجاً للعمل المنسق بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشرف على تنفيذ المشروع، وشركة روس أو شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع. فما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة لم يكن أبداً وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الرعاية والدعم الذي توليه القيادة السياسية للبلدين، وكذلك العمل الجاد والشاق لفرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي، الذين واصلوا الليل والنهار من أجل تحقيق كافة معالم المشروع الرئيسية وفق توقيتاتها الزمنية المتفق عليها على الرغم من كافة الظروف العالمية المحيطة. السيدات والسادة الحضور، في الختام اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني العميق وتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، وكذلك فرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي على كافة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ كافة معالم المشروع الرئيسية خلال توقيتاتها الزمنية المتفق عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر للسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. بستأذن سيادتك يا فندم وأيضا السيد أليكسي ليخاتشوف بالبقاء على المنصة. والآن ننتقل معكم مباشرة إلى موسكو وكلمة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، فليتفضل فخامته. يا فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي المحترم، أيها الأصدقاء الكرام، أريد أن أرحب بكم من صميم القلب وجميع المشاركين في فعالية صبة الخرسانية الأولى في الوحدة النووية الرابعة لمحطة الضبعة النووية. في الجوهر نحن نبدأ في المرحلة الجديدة للبناء أول محطة نووية في مصر، وهذا الرمز هام جدا في تعاون روسيا المصري، فإن تنفيذه سيأتي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، وستعمل على تشكيل فرص عمل كفاءة، ونحن سنعمل معا لأن المنظومة في مجال الطاقة تمكننا من ذلك. إنه هذا المشروع مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي،
وفي القرن الماضي من في النصف الثاني شارك خبراء الروس بالنشاط في دعم الاقتصاد المصري وبنائه والقدرات الدفاعية، وشاركوا في بناء المواقع في مجال الطاقة والبنية التحتية مثل السد العالي. فالكثير من المشاريع والمنشآت التي بنيناها معا هي في دولاب العمل حتى غاية الآن، وتنفع وتأتي بالثمار للشعب المصري. فإن التعاون المتعدد النواحي لا يزال أن يستمر في التقدم بشكل الدؤوب. مصر صديقنا القريب وشريك استراتيجي، نحن نتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأخذ مصالح بعضنا البعض بعين الاعتبار على ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الذي أبرمناه مع فخامة الرئيس السيسي في مدينة سوتشي في أكتوبر 2018. فإن التبادل التجاري يزداد بالدأب، وفي 9 أشهر من السنة الماضية هو ازداد ب 28.8%. فهناك المشاريع على قدم وساق في مجال الزراعة، الطاقة والمحروقات، في التعاون في مجال الغذاء. نحن نقوم بالعمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبعا هناك الفرص أمامنا التي تفتح وتنفتح على ضوء انضمام مصر إلى مجموعة بريكس. فالجانب الروسي كان يؤيد دائما السيع المصري إلى الانضمام إلى هذه المجموعة. في أثناء الرئاسة الروسية في السنة الحالية سنبذل قصار جهودنا كي تنضم مصر إلى المجموعة بشكل فعال. نحن خططنا للقيام لأكثر من 200 فعالية في إطار الرئاسة في بريكس، وإن شاء الله أصدقائنا المصريون سيشاركون فيها بالشدة. ونحن طبعا بانتظاركم يا فخامة الرئيس سيسي في قمة بريكس في أكتوبر القادم في مدينة كازان الروسية. طبعا مشروع تشييد وبناء محطة الضبع النووية أطلقناه بالمشاركة الشخصية بيني وبين فخامة الرئيس المصري، وهو تطرق إلى ذلك. وطبعا إن إدخال العقد حيز التنفيذ تم في أثناء زيارتي لمصر في ديسمبر في 2017، ومنذ ذلك الوقت نحن نتابع مجريات المشروع ومستجداته. ونحن دائما على الاتصال بفخامة الرئيس. التقينا في السنة الماضية على هامش قمة روسيا أفريقيا في نسخته الثانية، نناقش الملفات ذات بالغة الأهمية بالنسبة للبلدين، للأجندتين الإقليمية والدولية. نتبادل الآراء على ضوء التطورات الأخيرة وتفاقم الأوضاع في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، نناقش المواضيع الإنسانية. سأعود إلى الملف النووي. روساتوم تبني في مصر ل4 وحدات الطاقة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات. فإنه وحدات النووية 3+ جيلها 3+ ستوفر عدد كبير جدا من الطاقة، تقريبا 10% من الاستهلاك للطاقة المحلي، إضافة إلى المحطات الأخرى. فهذه المحطة هي صفر لانبعاثات الكربون، وهذا أمر جيد بالنسبة للبيئة المحيطة المحلية ولصحة الناس. روساتوم شركة رائدة المعترف بها دوليا في مجال النووي، وتستفيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة في بناء المحطات، وتكنولوجيا جيدة جدا من المنظور الاقتصادي. فطبعا كل الشروط ومتطلبات الأمن والسلامة لوكالة الطاقة النووية الدولية يتم تلبيتها. كما سأشير إلى العمل النشيط للمهندسين الروس والمصريين الذين يعملون في الموقع لمحطة ضبع. بفضل جهودهم فإنه تشييد وبناء يتم وفق الجدول الزمني المتفق عليها. تنحل المشاكل الفنية بالغة الصعوبة بفضل جهودهم. نحن نستفيد من عمل 16,000 موظف
وغالبياتهم المصريون الذين يعملون جانبا إلى جانب مع الروس، وإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من المشاريع محليا، فإنه جزء كبير منها يتم توطينها في مصر، وذلك يعطي فرصة جيدة لإشراك الشركات الأعمال المصرية المحلية في العمل. وطبعا روسيا تقوم بتدريب الكفاءات والمهارات في إطار تنفيذ هذا المشروع لدى الجامعات الروسية. تلقى علوما تقريبا 90 طلبة مصريين علوما في روسيا بهذه التخصصات، والعدد كبير لا يزال يتلقى علوما في جامعتنا. نحن نقدم لأصدقائنا المصريين معونة على طول ماذا الهيال لهذا المشروع، بما في ذلك الالتزامات الخاصة بتوريد الوقود النووي والصيانة الفنية للمحطة ومعالجة النفايات النووية. فنعمل كل شيء من أجل أن يحصل الاقتصاد المصري على مجال جديد وهو قطاع النووي. فأريد أن أشكر أيضا جميع المشاركين الروس والمصريين على العمل النشيط والوافي، وأتمنى لكلنا نجاحا. شكرا لكم على انتباهكم. نتوجه بكل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية. والآن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فليتفضل فخامته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الحضور الكريم. أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديقي العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه أيضا بالشكر للضيوف الكرام السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. السيدات والسادة، أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية
بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره. كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. وختاما، أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت، المقاول العام الروسي للمشروع، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، آملا دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة. مرة أخرى وقبل أن أختتم كلمتي، أتوجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ. لولا دعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن، أتصور أن هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع. شكرا فخامة الرئيس بوتين مرة أخرى، أشكركم وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بكل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية. والآن مع اللحظة التاريخية المنتظرة، الإعلان عن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة وإطلاق إشارة البدء. ندعو الآن السيد الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإلقاء كلمته، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، الحضور الكريم، بعون الله وتوفيقه ورعاية القيادة السياسية للبلدين، وبعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أتشرف بأن أعلن على حضراتكم جميعاً بكل فخر وعزة واعتزاز تمام الجاهزية والاستعداد لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وألتمس من سيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين إعطاء إشارة البدء. فريقي المشروع، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وبفضله وتوفيقه نبدأ أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، والله الموفق والمستعان. عشان تفضل لو
والآن نستطيع أن نعلن وبكل فخر عن دخول كامل وحدات مشروع محطة الضبعة النووية لمرحلة الإنشاءات الكبرى. نهنئكم على هذا الحدث التاريخي العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، شكراً لفخامتكما على تشريفكما لهذه اللحظة التاريخية وهذا الحدث العظيم. نقدم كل الشكر أيضاً للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الجهة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع، وشركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع على هذا الإنجاز العملاق. شكراً جزيلاً لحضراتكم وكل التهنئة.